أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا رب يا رب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كمان التسليه مع الرجال دي وانت جمهور عالي كده، ربنا يحافظ عليك يا رب. من المؤمنين رجال مش كل الرجال يا سيدنا، ولا كل اللي بكره يا سيدنا. من المؤمنين رجال يا رب الله يحافظ عليك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما. سبحانه وتعالى
اكبر. ليك يا مولانا. نعم نعم نعم. عليك ليجزي الله الصادقين بصدقين. ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتوالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي يا أيها النبي يا النبي قل لأزواجك قل لأزواجك
الدنيا وزينتها فتعالين. مالك كمان الجواب دي بس نفس الاحسان ياخد حبيبنا يا اخي واللي بيبقى حبيبنا يا اخي وليله منفوحه يا اخي. فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أكبر.
ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. الله أكبر. الشيخ محمد رفعت. حاضر. الشيخ محمد رفعت. عليه رحمة الله. الشيخ محمد رفعت قاعد في الشارع. عليه رحمة الله. الشيخ محمد رفعت. رحمة الله. سميها محترمة الله يصلحها. واعتدنا لها رزقا كريما. وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنط منكن وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يا نساء لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله أكبر.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي وقعون في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا ادي بادي وكل هموم لما بسمع عبد الناصر كل الهموم بتروح يا سيدنا طيبتوا عليه صلوا عليه وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة اللي احنا كنا في سيته من ساعة صلى على سيدنا النبي أهلاً وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل يا رب. بالله بتحرمنا منه يا مولانا. بالله عليك يا عم انا شفتها 120 كيلو عشان يسمعك يا سيدي. الله اكبر عليك يا رب. ربنا يشهدك. انت كنت عم ناصر كان وشك فحصفنا الحن والله بلد العلم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الصلاة على سيدنا النبي وبركة الأيام دي جيبها تاني بالصلاة على سيدنا النبي بالجمال والأداء والروعة دي. الصلاة على سيدنا النبي يا دكتور. ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم.